لما تقارن بين الوضع وسقف التوقعات والحالة قبل كأس العالم وتبص على مشوار الأهلي في البطولة وتيجي تشوف خلصنا البطولة ازاي، تعرف قد ايه انه في 7 أيام الأهلي قادر على تحويل الدفة بنسبة او بدرجة 180 درجة. اللي حصل حقيقة في السعودية على مدار 3 ماتشات هي مشوار الأهلي للوقوف على منصة التتويج والحصول على الميدالية البرونزية الرابعة مش ابدا لا من فراغ ولا من محض الصدفة. ده بالتأكيد بيأكد على حاجات كتيرة جدا مش ممكن تشوفها إلا داخل النادي الأهلي. واحد من نجوم جيل بالمناسبة 2006 واللي حط الأهلي على أول طريق العالمية واللي جابوا أول ميدالية في تاريخ النادي الأهلي في منافسة بطولة العالم للأندية، كابتن عبد الله جلال هو ضيفي النهاردة في السادسة. أرحب بيه وأقول له ألف مبروك على الميدالية البرونزية الرابعة اللي أنتوا مهدتوا الطريق ليها وعودتوا جماهير النادي الأهلي على المشاركة وانتظار مشاركة الأهلي كل سنة في بطولة كأس العالم للأندية. يعني لي الشرف أن أكون موجود معك كالعادة يا أستاذ أحمد، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، خاصة جماهير النادي الأهلي اللي دايما متعطشة لإنجازات النادي، وهي دايما بعد ربنا سبحانه وتعالى في أنها سبب في أنها دايما في ظهر الكيان الموجود النادي الأهلي، وهي الداعم الأساسي للعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة، فببارك لهم على الميدالية البرونزية الرابعة. احنا كجيل ذهبي حطينا زي ما بيقولوا كده حجر الاساس، والبيت الاجيال يعني اللي ورانا كملت وان شاء الله. الجيل ده استثنائي برضه يا كابتن عبد الله، يعني الجيل اعتقد ده 4 مشاركات ورا بعض، 3 برونزيات ومربع ذهبي ومركز رابع. يعني هو حظه ونصيبه ان هو دايما ان البطولات او زي ما بيقولوا كده بايه، بس انتوا خدتوا الدلع كله مضغوط، انتوا خدتوا الدلع كله. الجيل ده ما شافش دلع بصراحه، الجيل ده شقيان بقى له 4 مواسم، يعني ما فيش رحمه ولا هواده زي ما بيقولوا. المشكله بقى انا بقول لك لسه بقول لك حظه غير حظنا، يعني احنا جت علينا وقت برده زيهم كده ما بناخدش برده راحه. ليه؟ يعني احنا كنا بنرجع برده من افريقيا نخش على كاس العالم للانديه بيضغط لنا ماتشات، بس ما كانتش بالمعدلات اللي موجوده دلوقتي. حتى ضغط البطولات دلوقتي بقى عندهم، ما عندهمش سبيل ان هم يحتفلوا ببطوله او انجاز، فيا دوبك بيفرح في الاتوبيس شويه زي الفيديوهات اللي احنا شفناها، بيطلع على المطار بيخش على بطوله تانية، فده حظه. وده زي ما بقى كده برضه شفت تصريح لأفشة، لاعبي النادي الاهلي دايما مميز، مميز عن كل الانديه اللي حواليه، حتى القارات اللي احنا بنلعب فيها الانديه الثانيه. مميز في ان هو عنده ضغط عصب بيعرف يتعامل معاه، مميز ان هو بيشارك في كم بطولات لازم يحارب وياخد منها اكبر قدر، مميز ان هو دايما رافع اسم النادي اللي بيلعب فيه في كل المحافل الدوليه واخرهم كاس العالم للانديه. الحمد لله ربنا كلل مجهود اللعيبه ومجهود الجهاز الفني ومجهود مجلس الاداره، على الاقل ان هو خرج بالبرونزيه. انا عايز اخش معاك اوضه اللبس قبل البطوله، يعني كنت بشوف انه البطوله دي بالذات دونا عن اي بطوله تانية، احنا مش اول مره ناخد برونزيه، احنا متعودين دايما على الاقل نبقى بين الاربعه الكبار. والجيل ده تحديدا خد برونزيتين قبل كده مع بيتسو موسيماني، وكنا قريبين من البرونزيه الثالثه السنه اللي فاتت قدام فلامينجو، يعني لولا يعني ما علينا مش هرجع للاسباب. لكن قبل البطوله دي تحديدا بقى ده، يعني ده الاختلاف اللي انا شايفه المره دي، او ده اللي مدي شويه لمعان ورونق كده للي حصل في البطوله الاخيره. قبل البطوله دي كان في حاله تربص كبيره جدا بفرقه النادي الاهلي، بجهاز النادي، الجهاز الفني للنادي الاهلي مارسيل كولر. ناس كتير جدا كانت متوقعه انه الاهلي بالحاله اللي ظهر عليها في الدوري الافريقي وفي الدوري المحلي قبل ما يسافر رايح هناك، عشان انا اسف يعني يخرج بفضيحه، وفي ناس كتير جدا كانت مستنيه ده. المقارنات اللي حصلت ما بين الانديه المصريه والانديه السعوديه، ما بين جماهير اتحاد جده وجماهير نادي الاهلي قبل البطوله، ادت احساس كده ان لا القصه غير. فيعني عايشت كده في اوضه اللبس واللعيبه بتتكلم مع بعض قبل انطلاقه البطوله. هو عامه يعني طبع لعيبه النادي الاهلي دايما لازم يبقى، مش هقول لك ليهم قائد ولا حاجه، بس سمه اوضه اللبس دايما في النادي الاهلي
النجوم الكبيرة دايما بتبقى لما الفرقة بكل تفاصيلها، كل لعيبة وبالذات في الجيل اللي موجود ده، ويمكن برضو على أيامنا، لأن السيستم واحد جوه أوضة اللبس ما بيتغيرش، بتتغير اللعيبة وبتمشي وناس بتيجي وكله بيخش تحت منظومة واحدة، ألا وهي إن أنا كل بطولة بشارك فيها لازم بلعب عليها وباخدها، ما خدتهاش لازم أطلع زي ما بيقولوا كده ايه، مش هقول لك بس المنظر بتاع النادي الاهلي او الاداء اللي هو يقول النادي الاهلي كان يستحق البطوله دي، ده اقل وادنى درجات ان انا اخرج من البطوله منها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الجيل ده، وخلينا نتكلم على الجيل ده، زي ما قلنا في الاول كده، ضغط البطولات عنده مخليه دايما في حاله تركيز. ايوه، وخاصه خلينا نرجع كده شهرين ثلاثه كده مع بدايه الموسم، مع فتره الاعداد بدات الاعلام يتكلم برضو على لعيبه النادي الاهلي، اصلا هم مش مركزين، وبعد كده رحت انت داخل في خساره السوبر الافريقي وراها خساره الدوري الافريقي بالسيستم بتاعه برضو، اللي هو انا بقول أسوأ سيستم بطوله اتعمل بالنظام اللي اتعمل بيه كلنا، والاهلي يعني هقول شارك فيه بس مجبر زي ما بيقولوا كده. دي حاجة. الحاجة التانية، عشان أعوض خسارتين ورا بعض أو بطولتين أنا شاركت فيهم، فكم الضغط العصبي وكم الضغط الإعلام هيبقى موجود على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي دايما الناس متعودة عليه أو الإعلام متعود عليه أنه دايما هو نمرة واحد. فأنت خسرت بطولتين، لا هو خد ده كمان في وقت قصير، نمرة واحد بيخليها الناس تتكلم كتير، نمرة واحد دي بتخليك هدف وبرضه مطمع للناس أنها يعني لما تتعرض لإخفاق أو تحس أنه يبقى في دروب في المستوى، في ناس كتير بتبقى عايزاك تكمل، يعني تكمل عليك. هو ده اللي انا بقول لك، انت في خساره بطولتين ورا بعض وانت بتتكلم ان انت بقى انا عندي طلبات وعندي مش عارف ايه، لا ده خد بقى عندي بقى الأسوأ، ان انا هشوف ايه هي او ايه هو السيناريو اللي ممكن تكون متكرر، وانا بقول بيتكرر كمان بيتكرر، ونحاول نعمله تاني، الا وهو ان احنا نهاجم المدير الفني. المدير الفني يا جماعه، انا عايز اقول يعني مستر كولر كان الله في عونه الفترة اللي فاتت دي كلها، في الثلاث أربع شهور اللي فاتوا، الراجل مضغوط، الراجل بيعمل كل أنا شايف، أنا راجل معلش لعبت مع الجيل الذهبي والنادي الأهلي، ولعبت مع أعظم مدرب دخل في تاريخ النادي الأهلي، أو من أعظم مدربين دخلوا في تاريخ النادي الأهلي، مانويل جوزيه. مانويل جوزيه برضه يعتبر، أو مارسيل كولر يعتبر النسخة الثانية من مانويل جوزيه. شايفه مدرسة في حتة قوة الشخصية بين اللعيبة، حتة مش هقول لك بقى يعني في فروقات شوية، بس إلى أقرب. أنت كنت بتخاف من جوزيه؟ شخصية قوية جدا. يعني بتعمل يعني في فرق بين إذا كان نجوم الفرقة نفسهم، نجوم الفرقة نفسهم كانوا بيخافوا منه وبيعملوا له حساب، مش خوف. أي أنا فاهم طبعا. خوف ان هو ليه كاريزما وليه طريقه في التعامل بتجبر اللاعب ان هو يطلع افضل ما عنده جوه التمرين قبل الماتش. يعني النجوم دي اللي احنا كنا انا نفسي يعني ليه شرف انا لعبت معاه ابو تريكا وبركات وائل جمعه، وكان هتقول لنا كده صوره الجيل اللي حققوا زي لو ما اتمرنوش. انا بقول لك اهو بره على الدكه، ويمكن بره السكور، احنا كان يعني التمرين اللي هي داخلين فيها المعسكر، التمرين الخفيفه زي ما بيقولوا كده، كان بنتمرن تمرينه جامده. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بنطلع كل اللعيبه تدور على اللوحه بتاعه السكور شيت بتاع الماتش، كل واحد بيدور على اسمه فعلا. يعني ابو تريكه كان يجي يطمن على اسمه، وبركات يجي يطمن على اسمه، وائل جمعه مش واثق انه ممكن يبقى اختار الراجل، لان هو برده ملوش بتاع، ملوش عزيز. ده دي اول برونزيه في تاريخ النادي الاهلي، دي اول برونزيه 2006 دي. ده من اليمين كده، يعني احمد شديد ناوي، طارق السعيد، اكوتي منسى، انا فلافيو، محمد صديق مستخبي. ده صديق اللي هو جنبك ورا فلافيو، بيوشش فلافيو بيقول له حاجه او مش عارف، كان تقريبا بيبص على الميداليه. دوائر الرياض اللي مغمض، دوائر الرياض، عماد النحاس، وائل جمعه، شادي محمد، اسلام الشاطر، استاكوزا، احمد حسن استاكوزا كان في كاس العالم برضه، صح؟ ما كانش في القائمه، بس كان مستر مانويل جوزيه خده معانا برضه، امير عبد الحميد، وامير عبد الحميد، دول اللي ظهروا في. وانتوا رايحين البطوله دي كنتوا متوقعين انكم يعني توصلوا لمنصه التتويج في النهايه؟ هو بص، نمره واحد
كنا رايحين لان البطوله اللي قبلها كان فيه اخفاق بشكل مش كويس يعني. دي البطوله اللي خسرنا فيها من الاتحاد 1-0 في اول محمد نور. فهو القصه كلها نمره واحد ان انت رايح تعدل الصوره اللي اتخذت عنك او الانطباع اللي اتخذ عنك في مشوار كاس العالم في اول بطوله. لا هو قال لكم ايه؟ جوزيه قال لكم ايه؟ ما هو نمره واحد بص اول كلمه اكد عليها وده كل المدربين واسال مستر مارسيل كورو هيقول لك صدق نفسك كلاعب كبير هتوصل لابعد مدى وممكن توصل كمان ان انت تلعب نهائي كاس العالم. انا افتكر في ماتش من الماتشات اللي هو انت قدام انترناسيونالي كنا بنلعبهم في قبل النهائي لما الجول بتاع باتو لما احرز فلافيو الهدف بتاع التعادل كل هو كلمه واحده بس اللي لف لينا هو قبل ما يفرح حتى واحنا كنا دايما على طول بنحب نحضنه اي لعيب بيحرز هدف بيروح يحضنه لان كان في علاقه وثيقه بين اللعيبه والجهاز الفني وخاصه هو كان بيقول كلمه واحده بس بيليف صدق صدق ان انت تقدر توصل صدق ان انت لعيب كبير صدق ان انت تقدر تحقق يعني كلمه بيليف دي في حد ذاتها ان انت اعمل يعني زي ما بيقولوا كده طلع كل الطاقه اللي جواك هتوصل ابعد مدى زي ما كده الماتشات اللي فاتت كلها والبطولات اللي فاتت وخاصه البطوله الاخيره دي لو كل لعيب فعلا صدق واخلص وطلع كل اللي جواه فعلا هتوصل ابعد مدى. عامل التوفيق والنتائج او ما ساعدتش ان انت توصل للنهائي عامل التوفيق هنا بيجي بقى ان انت بقى ممكن مثلا الظروف الخارجيه ما ساعدتكش الظروف نفسها في ان انت مثلا ممكن في بعض اللعيبه مش هقول اللعيبه كلها اثرت في وقت ما فانت عشان تصلح وصلت عند الاختبار النهائي وصل بقى حته الابتفاء عامل التوفيق برده ممكن انت برده تعمل كل حاجه وما تدخلش الكره الجول برده ده في حد ذاته ان انت اجتهدت وتعبت فانت وصلت عند المدى اللي انت تعبت واجتهدت عنده. القصه كلها برده مانويل جوزيه كان بياكد عليها معانا على طول قصه ان انت لازم تتحرر من الضغوط جوه الملعب ما تبقاش خايف ما تبقاش تلعب كورتك دايما تسمع التعليمات دايما تقرب من زميلك دايما تبقى مثلا ايه زي ما بيقولوا كده الفرصه اللي هتجيلك اعتبرها اخر فرصه في المباراه هي دي اللي هتوصلك لابعد. الملفت كمان بالنسبه لي في القصه دي انا ما عنديش شك انه اي لعيب بيلبس تيشرت النادي الاهلي في الجيل ده او في اي جيل تاني ما دام وصل للتيشرت يبقى هو من ناحيه الامكانيات لعيب كوره كبير جدا. لكن انا كمان شايف انه بيبقى فيه عارف يعني ابس اند داونز يعني في اوقات كتير جدا تلاقي لعيب كويس جدا وكلنا متفقين انه لعيب كويس جدا بيرسي تاو مثلا تاو مش خد احسن لاعب في قاره افريقيا السنه دي اول ما جه الاهلي ما كانش ناس كانت تقول لك يمشي في ناس كتير في ناس كتير من جوه النادي الاهلي بيقول انا مش مقتنع بالصفقه دي انا عايز بيرسي تاو يمشي النهارده بيرسي تاو واحد من افضل لعيبه في النادي الاهلي وكان مفتاح كبير في السنه اللي فاتت في تتويج بلقب افريقي الشحات لعيب كبير ساعات ابس اند داونز الفكره بقى هنا انا بشوف واحد من اهم مكاسب البطوله دي انه اللعيبه كلها بدون استثناء يعني صعب تطلع لي لعيب ما كانش موفق او لعيب ما كانش في فورمته الفرقه كلها اللي كانت تضرب اخماس في اسداس قبل البطوله مره واحده كلهم توب فور دي بالنسبه لي لعيبه ولا جهاز فني ولا الدوافع اللي موجوده عشان في بطوله العالم يعني شفتها ازاي؟ عيب وقفه الكره المصريه وهفضل اقولها بعيد عن اهلي وزمالك واي هو لعيب الكوره لما بتحطه تحت ضغط في بطوله مجمعه هتاخد منه احسن حاجه منتخب مصر ما بيظهرش بمستوى كويس غير لما بيروح بطوله امم افريقيا وبيوصل لابعد مدى فيها ليه؟ بتقفل على اللعيب بتاعك اللعيب بيبقى في كامل تركيزه تركيزه ازاي؟ محاضراته اكله شربه نومه تحت السيطره لكن طول ما انت الدنيا مفتوحه لعيب الكوره مش تحت السيطره مش هقول لك مش تحت السيطره في بيبقى انا بقول لك في بيبقى عامل نفسه فعلا كنترول كده لنفسه بيحافظ على نفسه والكلام ده كله بس في نفس الوقت الكوره دي اسمها لعبه جماعيه انا ممكن اكون محافظ على نفسي اللي جنبي محافظ على نفسه 50% اللي قدام ده مش محافظ على نفسه خالص وبالتالي احنا بنكمل بعض ادوارنا بتكمل بعض عشان كده دايما اقول ايه البطولات المجمعه وخاصه البطولات اللي هي عالميه وبتظهر وممكن تظهر وتلمع اللعيبه هتلاقي اللعيب بيشحن تركيزه بيطلع احلى تركيزه وبيطلع احلى كوره واحلى اداء عنده ومع ذلك
ان انت برضو هتيجي تقول لي طب ما انت في دوري ابطال افريقيا ما اللعيبه برضو بتقدم بشكل كويس وفي الماتشات الاقصائيه بالذات بتظهر في احنا بنقول برضو ان الماتشات الاقصائيه زيها زي البطولات المجمعه بتطلع اقصى حاجه عندك عشان هتوصل بعدها على طول للمنصه بتاعت الذهب فالطبيعي ان اللعيب هيطلع احلى جوده واقصى حاجه واقصى مجهود عشان يوصل يعني باختصار طول ما هو عارف ان في فرصه للتعويض بيبقى مريح شويه يعني لحد ما ممكن بيقيسها زي ما بيقولوا كده بيقيسها بجوده الفريق اللي انا بلعب قدامه يعني مثلا هديك مثال برضو خد بالك برضو جمهور الاهلي غير يعني جمهور الاهلي مش بس بيتفرج عشان المكسب جمهور الاهلي بيستنى ماتش الاهلي عشان ياخد حقنه كره 90 دقيقه تصبره للماتش اللي بعد منه ما هو دي بقى ترجع بقى النقطه إيه؟ انا فاهمك انا يعني فاهمك يعني انت جبت جونين وخلصت الماتش بدري وفاضل لسه 80 دقيقه هتقعد بقى ايه لغايه لما الحكم يصفر هو مستني الاداء هو انا بقول لك جمهور الاهلي طماع جمهور الاهلي طماع وعشان كده بيجبر اي جهاز فني واي مدير فني واي لعيب بيلبس تيشيرت النادي الاهلي انه دايما طول ال 90 دقيقه مش طول ال 90 دقيقه ده اول من اول صفاره لغايه اخر صفاره من الحكم ان انت تديني اداء ونتيجه طيب النتيجه ما جاتش اديني اداء عشان اجي اسقف لك اقول صح. لك متفق معاك كويس وزي الفل وانت كنت راجل في الملعب النهارده واديت اللي عليك حته بقى التوفيق او عدمه دي مش بتاعتي دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ان هي الكوره مش عايز تدخل لكن انت بينت لي ان انت عايز تعمل حاجه جوه الملعب عشان كده جماهير النادي الاهلي دايما بتبقى متعطشه هاخد منك تقييمات سريعه كده عشان اقفل ملف كاس العالم مضطر اقفل انا كنت عايز اعيش على ملف كاس العالم ده اسبوع الحقيقه ونستاهل يا جماعه فرحه جمهور النادي الاهلي كبيره جدا لكن مضطر نقفل كاس العالم عشان عندنا مباراه مهمه جدا وعندنا بطوله مهمه جدا وعندنا لقب بيفصلنا عنه بالظبط حوالي 4 ايام 2 3 4 وباذن الله الخميس نكون بنحتفل باذن الله ان شاء الله بلقب السوبر في شكله الجديد خلينا نتكلم على هسمع تقييمات سريعه الاول من كابتن عبد الله جلال وبعد كده نقفل صفحه كاس العالم ونروح لمباراه سيراميكا وبطوله كاس النخبه بس بعد الفاصل تقييمات سريعه كده ونسمع راي كابتن عبد الله جلال افضل مباراه للاهلي في مشواره بطوله كاس عالم والله انا شايف الثلاثه احلى من بعض والله عايزك تختار لي واحده شفتها الافضل من حيث كل شيء يعني ممكن نستبعد فلورنزي لان النتيجه ما كانتش على الرغم ان احنا كنا الاقرب والافضل لولا يعني عدم التوفيق يعني او الاستهتار او غياب التركيز كان ممكن يعني جدا مميزه بالنسبه لي اتحاد جد افضل مباراه افضل مباراه اتنين من لعيبه الاهلي خدوا مان اوف ذا ماتش في المباراه الاولى كان مروان عطيه في المباراه الثالثه كان امام عاشور من وجهه نظرك انت افضل لاعب في الثلاث ماتشات افضل لاعب في الثلاث ماتشات يعني انا شايف بالنسبه لي مش عشان بس تحيزه ان انا مدافع بس شايف ياسر ابراهيم بصراحه ياسر ابراهيم شايف هو نجم الفريق في البطوله كان ماشي بشكل وعلى فكره من ضمن الحاجات برضو يعني اللي جت لي ساعه الماتش اول ما احرز الهدف الاولاني قلت احنا نكسب 4 لان انا يعني شفت ماتش الهلال السعودي في برضه في مباراه اوراوا ريدز فحسيت ان هو الماتش هيخلص كده هو بقى تاني اكتر مدافع سجل اهداف في بطوله كاس العالم ده بالتساوي مع راموس مدافع ريال مدريد وعلي معلول كمان لان علي معلول حط الهدف الرابع هدفين فبرضه مدافع بيسجل في بطوله كاس العالم افضل هدف سجله بالمناسبه البطوله دي من اكتر البطولات ان لم تكن اكثرهم فعلا من حيث تسجيل عدد اهداف في البطوله يعني انت في البطوله رغم انك انت شاركت ماتشات اقل يعني انت البطوله اللي فاتت لعبت فيها 4 ماتشات 3 اوكلاند 1 سياتل ساوندرز و فلامينجو سجلت في فلامينجو 2 وريال مدريد جون يعني مدريد. تقريبا 7 اهداف نفس المعدل تقريبا بس المره دي 7 بس في عدد ماتشات اقل عدد ماتشات اقل صحيح ودي تدي خلي بالك انطباع كويس او تدي حاجه كويسه ان انت في ظل الاعلام بيقول ان في هبوط مستوى قبل البطوله انت داخل بتفجر نفسك في بطوله قويه بتلعب فيهم اقوى 3 ماتشات اقوى من الماتشات حتى انا شايف ان اقوى من الماتشات حتى في المسابقات كاس العالم للانديه او اللي هم اللي فاتوا في السنين اللي فاتت 3 فرق لا مونتيري والهلال كانوا صعبين برضو بس انا شايف مونتيري انت كسبت مونتيري وانت ناقص نص فرقه
يعني دي ممكن يعني ممكن تقول مباراه، لكن انا بكلمك بلوك بلوك كله على بعض كده باكج كده كله على بعض كده، ثلاث ماتشات الثلاثه اقوى من بعض، ومحدش يجي يقول لي برضه اصل فلومينينسي دول كبار السن ومش عارف ايه والكلام ده كله. بطل امريكا الجنوبيه كان بيلعب مانشستر سيتي في السكس يارد بتاعه بيلعب زي ما الناس كلها قالت كره شوارع، ماشي كره شوارع بس كان بيلعب كوره بيلعب كوره. لا ويكفي ان هو بطل امريكا الجنوبيه يعني وهو وخلي بالك هو سيستم برضو دلوقتي ان انت بتبني كره من تحت وتطلع بيها، دي برضو ده سيستم لعب في التدريب دلوقتي. لا هو يعني مدير فني، مدير فني اللي معاهم بصراحه مدير فني محترم جدا. طيب خليني اروح بس قبل ما اروح لماتش بكره، انا كنت خايف جدا من قبل البطوله دي لان انا عارف ان احنا هنخلص السعوديه نسافر الامارات نلعب بطوله ثانيه من ماتشين فتعتبر بطوله مجمعه برضو، بس انت في خلال اسبوع زي ما كنت لسه بتقول لعبت ثلاث ماتشات صعبين جدا، هل ممكن يبقى في فاتوره لفكره المجهود البدني ومستوى؟ انا عارف اللعيب لما يبقى في قمه تركيزه ثلاث ماتشات بيلعب فيهم فرق بحجم اتحاد جده وفلومينينزي واوراوا ريدز عشان يخلص ده يخش في بطوله ثانيه يجدد دوافع ويستمر على نفس المستوى البدني والمستوى التركيز، اعتقد في فاتوره. هي دي بقى راجعه بقى للمدير الفني نمره واحد ثم اللعيبه نمره اثنين. الدوافع كده كده موجوده، طول ما في حاجه اسمها بطوله او انت بتقول له انت بتلعب على بطوله اللعيب هيفضل حاطط في تركيزه ان انا هلعب عليها وهلعب عليها عشان اخدها، مش هلعب عليها عشان ادي وخلاص وخلصنا. لا انا بلعب عليها عشان اجيبها، دي نمره واحد. نمره اثنين زي ما اشتكى مستر كولر في قبل ماتش فلومينينسي ان انا هم 48 ساعه برضو نفس الحال دلوقتي، ان مفيش وقت ان انا اصلح اخطاء، مفيش وقت ان انا امرن حتى اللعيبه بتاعتي واستعيد العافيه واستعيد اللياقه البدنيه اللي هي تسمح لي ان انا العب اللعيبه بتاعتي. مش هنكر ومش هاجي اقول مثلا لا ده في لعيب اساسي وفي لعيب احتياطي، النادي الاهلي بمن حضر، بس هنرجع نقول مش كل اللعيبه زي بعضها، في درجات متفاوته، ودي بلسان حال الجمهور نفسه. زي مثلا سي من اللعيبه، مش عايز اجيب اسامي اللعيبه بس يمكن اقول مثلا هل لما حسين الشحات يلعب زي ما مثلا كريم فؤاد يبدا في مكانه، الطبيعي ان انا كجمهور هاجي اقول لا والله كان نفسي حسين الشحات يلعب ده طبيعي، ده طبيعي. بس انا بتكلم في ان انا كمدير فني الطبيعي ان انا هدور على الاجهز. خلي بالك انا اقول لك حاجه، انا لسه في اول حلقه بقول انت عندك فرقه تانية ممكن ما تكونش عندها نفس الكم من المستوى او يعني حجم الاجهاد. يعني مثلا انا مش بقول انه ده اللي هيلعب بيه بكره مستر كولر، بس انا بقول لك ده طبيعي. انا عايز اقول لحضرتك بس ان طبيعي ان هيحصل. انا فاهم روتيشن. انا ممكن بكره احط لو حاطط لك على الورق كده تشكيل مثلا مصطفى شوبير يلعب قدامه رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح، وعلى الطرف اليمين اكرم توفيق، وعلى الطرف الشمال كريم الدبيس، تمام، احط ستة اليو ديانج، واحط قدامه اثنين عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، تمام، واحط وينج شمال كريم فؤاد، وينج يمين طاهر، راس حربه انتوني مودست. انا ما ذكرتش ولا اسم من الاسماء اللي بذلت مجهود كبير في البطوله دي، ورغم كده كلهم لعيبه على اعلى مستوى، على اعلى مستوى وجوده عاليه. وخلي بالك انت لو بصيت على التشكيل اللي انت حطيته هتلاقيه هيأدي وهيمشي بنفس السيستم بتاع مستر كولر اللي هو حاطه بطريقه اللعب اللي هو حاططها وهيأدي، بس هيحصل خلل بسيط ان انت مش التروس مش هتمشي بنفس زي ما انت عايز. ليه؟ في ناس منهم يعني الى حد ما بعيد عن المشاركه. بعيد عن المشاركه. مين بعيد عن المشاركه؟ باستثناء خالد عبد الفتاح مفيش حد بعيد عن المشاركه. يعني خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه برضو انا بالنسبه لي عمرو لعب في كاس العالم. هو انا مش هلعب على 10 دقائق ولا الخمس دقائق لو كان بينزلهم في اخر 10 دقائق. دي انا بالنسبه لي كمدير فني انا ما اقدرش، لا ده دي انا ممكن اعامله بها نفسيا. بنسبه كام في المية تتوقع تغييرات في تشكيله الاهلي في مباراه بكره؟ او يعني الحد الاقصى للتغييرات؟ الحد اقصى ممكن 60% من يعني خمس ست لعيبه. في خمسه او ست لعيبه هيبقى هيريحوا بكره. ماتش سيراميكا صعب، سيراميكا مقدم موسم كويس السنه دي، فايق بشكل كبير، عنده لعيبه كتيره مميزه، وبيتهيألي حجم الدوافع يعني وانت رايح كاس العالم كاهلي
رايح تلعب ابطال العالم في بطوله مجمعه، عندك دوافع كتيره جدا. انا بشوف انه على نفس سكيل يعني او نفس القياس ده، سيراميكا رايحه تلعب بطوله النخبه وعندها دوافع كبيره جدا. ما اعتقدش. بص يعني هو يعني انا بالنسبه لي انا بتكلم عن صعوبه الماتش جزء. لا بص، هي الماتش كده كان صعب، ماتش كده كان صعب، بلعب بتشكيل اساسي، بلعب بتشكيل مش اساسي، هو الماتش صعب في حد ذاته ان هو ده بطوله. فما فيش اي لعيب او ما فيش اي نادي هيلاعب النادي الاهلي غير وهو في اعلى درجات التركيز بتاعه. يعني هو هتلاقيه من اول ما سمع ان هو شارك في كاس سوبر هو عمال بيحضر، انا مش هسيب ده هو عمال بيحضر ليه اللعيب، مش بس الجهاز الفني، اللعيب نفسه، كل لعيب مع نفسه، اللعيب نفسه بعيدا عن الجهاز الفني هو بيحضر نفسه على كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت ممكن تلعب عليها نقطه فاصله، ودي اللي تقلق اي حد، وبتبقى 50% من قوه النادي الاهلي، الا وهي ان انت بتلعب في ملعب مقفول بجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نتمنى. دي نقطه فاصله. وهقول لك على حاجه، انا جربت احساس ان انت تلعب بفنيه النادي الاهلي، وجربت احساس ان انت تلعب قصاد النادي الاهلي بجماهيره. بتقلل فعلا من، مش هقول لك بقى ايه، بتعمل لك رهبه كده. بتعمل لك رهبه، ايه النادي الاهلي بتتخض. دي نمره واحد. عبال ما تفوق بقى من الصدمه بتاعتك وتبدا تلعب بقى والكلام، وتخش في جو الماتش نفسه، بيكون عدى نص الماتش. راجعه بقى هنا بقى للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، حالتهم الفنيه في الماتش جوه او جوه الماتش ايه، وحاله التركيز بتاعهم، ناويين يعملوا ايه جوه الماتش ان شاء الله. شايف البطوله مين مرشح للوصول للمباراه النهائيه فيها؟ يعني هو ما قدرنا يعني نقول برضه يعني، بس هو طبعا نمره واحد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعدي على خير الماتش بتاع بكره ان شاء الله. وغالبا يعني انا شايف بيراميدز هو زي ما بيقولوا كده الفتره الاخيره في الصوره. بالعكس يعني الفتره الاخيره بيراميدز يعاني في ال هو يعني في بطوله دوري الابطال، لان هو بالنسبه له يعني خد بالك ابتدى برضه يروح ويجي وسفريات وغرب افريقيا وجنوب افريقيا هي القصه بالنسبه لبيراميدز. يعني فيدوء شويه من اللي احنا ضايقينه بقى لنا. بيراميدز عشان بقى له ثلاث سنين او سنتين بيشارك في الكونفدراليه، فهو متخيل ان جو الكونفدراليه هو دوري الابطال. ولا انا عايز اقول لك ان الموضوع عكس تماما، وان هو عمل نتيجه ايجابيه مع سان داونز في جنوب افريقيا، فرجعته هنا ان عاش الامال والطموح زي ما بيقولوا كده ان هو يوصل لابعد مدى مع سان داونز، وانا قدرت احط راسي براس سان داونز. لا، هو راجع كده الاسباب، هتلاقي سان داونز ما بيلعبش بنفس درجه التركيز اللي كان بيلعبها قدام الاهلي. ما عملش نفس الاجواء اللي عملها لك هناك في ملعب بريتوريا برضو زي ما بيلعب النادي الاهلي. نفس حتى اللعب بيلعب زي ما بيقولوا كده، انا بلعب هجيب نتيجه في اي وقت. سيناريو الماتش بيقول كده، او سيناريو الماتشين بيقول كده، انا مستني في اي وقت انا اللي هكسب. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيراميدز يعني عنده عناصر كويسه، بس لحد ما انا مش شايف برضو، يعني مش عايز اقلل من قيمه العناصر دي واقول الماتش سهل. لا، هو الماتش نفسه في صعوبته ان هو دايما احنا قدر بيعلي تركيزه ده من النادي الاهلي. قدر الاهلي يا كابتن، اكيد انت لمست ده. احنا يعني كنا بنلعب مع فرق بتصارع انها تهرب من الهبوط، وبتلعب معانا كانها بتلعب على نهائي كاس مصر. يعني هو دايما ايه، بقول دايما انه لعيبتنا في مصر للاسف الشديد دي واحده من الحاجات اللي بص نتيجه هي، ما اقدرش الوم اللعيبه بس او العقليه بتاعت اللعيبه ولا المديرين الفنيين. في النهايه كل مدير فني حر وبيلعب على قد امكانياته، ما تقدرش تلومه على ده. يعني ما فرقه بتتكتل قدام الاهلي 90 دقيقه وتقول دي فرقه مش بتلعب كوره، هو الراجل شايف امكانياته كده، ودي الطريقه اللي هتاكل مع فريق بحجم النادي الاهلي. لكن اللي بقوله انه في مصر اللعيبه او لعيبه الكوره بتلعب طول الماتش موسمين باعلى توب كواليتي، بيطلعوا فيها 120% من اللي عندهم. لعيب النادي الاهلي بيلعب في الماتش 70 مباراه، مطلوب منه في 70 مباراه يطلع كل ما عنده، ودي مشكله. لو الدوري المصري او لو فرق الدوري المصري لعبت مع بعض زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي وفي بعض الاوقات قدام نادي الزمالك، الدوري المصري ده يبقى نار. هو اتمنى ان كل الفرق اللي زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي تلعب بنفس الكواليتي، وده فعلا اللي احنا بنقوله يا جماعه. حتى لو اي فرق، حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط هنا في الدوري، لما بتلعب قدام النادي الاهلي كله بيشحن تركيزه. ليه؟ لان شايف ان النادي الاهلي دلوقتي بقى في حته ثانيه.
فانا عايز دايما هو ماله من الاهلي ما تخليك في نفسك وتشتغل انك انت شخصيا تبقى هو بيتكلم هو هو شايف ان القصه ايه انا بلمع نفسي قدام النادي الاهلي لكذا سبب. أيوه. السبب الاولاني ان الاعلام كله بكل تفاصيله بصص على الماتش. كابتن عبدل ليستر سيتي طلع من تشامبيونشيب في الدوري الانجليزي خد بطوله بريمير ليج فيها هو العقليه اللي احنا بنتكلم فيها ما انت لسه حضرتك بتقول دلوقتي جيرونا السنه دي اهو جيرونا طالع يعني بيلعب مع مين؟ مع ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو وسيبيا يعني اقصد اقول هي دي ده صلب الرياضه يعني انا مش طالع هي برضه العقليه العقليه في ايه بقى والعقليه والثقافه بس دي منظومه بس عقليه يعني دي اداره نادي اشتغلت ما هي عقليه جابت مع مدرب ثقافة. جابت مدرب مشروع اختار لعيبه بشكل معين وزرع جوه لعيبته انه زي ما انت كنت بتقول جوزيه كده مش بيقول لكم بليف ده زرع جوه لعيبته من بدايه السيزون وهو بيحضر احنا داخلين مش بالصدفه اصل هو ما كسبش ماتش في الثاني في الثالث فقال لهم يلا بينا ننافس دول داخلين واضح جدا ان هم مشحونين من اول السيزون احنا داخلين ناخد بطوله الليجا هنرجع برضو او ننافس يعني في الليجا هات لي رئيس نادي في مصر كلها من اصغر نادي بعيد عن النادي الاهلي لاكبر نادي بعد النادي الاهلي خلاص رئيس نادي عنده مشروع مفيش هات لي مدير فني مصر كلها هات لي مدير فني او جهاز فني بميزانياتها باسماء المدربين اللي فيها بتاريخ كله بيبدا في اول السنه انا بقول لك اهو وعلى الملأ بقولها في قناه النادي الاهلي وبقولها في اي حته كل رؤساء الانديه في مصر الا ما رحم ربي بيبدا ببدايه الموسم كده ويجيب جهاز فني ويقعد معاه ويقول لك هنعمل مشروع وهنعمل مش عارف ايه واللي بينافس على الصعود بينافس على الصعود واللي بينافس على الهبوط بينافس على الهبوط مش عارف ايه والكلام ده كله بعد شهرين بالظبط او بعد شهر بالظبط من بدايه المسابقه تغيير جهاز فني فين بقى المشروع بتاعك اللي بيقعد لازم يكون عامل نتائج قويه او يعني مش عايز اقول بعلاقه كويسه مع رئيس النادي ده اللي بيحصل في مصر ده الواقع في مصر عشان كده انا بقول لك غير العقليه بتاعه اللعيب واطلع غير الثقافه بتاعه المدربين واطلع فوق كمان شويه خلاص لرؤساء الانديه غير لا هروح ولا هاجي ولا هطلع ولا اعمل حاجه عشان كده كل اللعيبه بيجي يقول لك ايه انا النادي الاهلي في حته تانية النادي الاهلي انا دلوقتي لما اعمل قدامه ماتش كويس هو لو مفيش اهلي هتلمع. في مصر هو لو مفيش اهلي في مصر صحيح الناس كانت بطلت تشجع كوره ما انا ده يعني غالبا لا يعني مش عايز اقول لك لو مفيش اهلي في مصر كان هيبقى مفيش كوره في مصر يعني بنسبه كبيره برضو ليه؟ لأن أنت برضو النادي الأهلي برضو هرجع أقولها في حتة تانية مش يا جماعة مش من فراغ ولا بطبل ولا الكلام ده كله يا جماعة النادي الأهلي فعلا بيطبق يعني بقاله 10 سنين بيطبق مشروع الاحترافية بيجتهد على قد ما يقدر أن هو يوصل لمصاف الفرق الأوروبية من تعامل من شغل جهاز فني من شغل إدارة من شغل إعلام أقول لك من شغل احترافية مع اللعيبة نفسها سواء اللي جاي او اللي ماشي فكل ده النادي الاهلي بيبدا يعني يشوف من بره بيحصل ايه ويبدا يتعامل بيه يدخله واحده واحده هتلاقي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين دلوقتي بيوصل لمصاف الفرق العالميه والا ما كان ان انت في انديه كبيره في اوروبا بتطلب منك ان انت دلوقتي تعمل معاك مثلا زي اللي هي شراكه او تعاون او حتى تعاون اعلامي يعني انت في كاس العالم اللي فات ريال مدريد بيشاركك كمنظومه اعلاميه مظبوط دي حاجه كويسه في حد ذاتها دي بتدي فرصه للعيبه ان اي لعيب في فرق بتلعب النادي الاهلي بتدور على ان هي المع نفسي يمكن النادي الاهلي ياخدني واغير حياتي طيب هرجع معاك للسوبر مره ثانيه وماتش بكره وهرجع معاك لتوقيت بطوله كاس العالم ومن بعدها باذن الله بطوله النخبة أو كأس النخبة اللي هيتلعب في هتستضيفه الإمارات الشقيقة إمارة أبو ظبي ومنها لمنتخب مصر لأن بيتهيألي توقيت البطولتين دول والحالة اللي ظهر عليها في كنت بقول في ماتش بعد اتحاد جدة إنه أكتر حد فرحان بشكل الأهلي وفرقة الأهلي هيكسب مكاسب كتيرة من ورا المستوى ده أداء روي فيتوريا مدير فني منتخب مصر بس تعالى نشوف مستر كولر قال إيه وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي قالوا إيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بكرة إن شاء الله سيراميكا كليوباترا ونرجع تاني مع الكابتن عبد الله جلالي.
freuen wir uns, wenn das Stadion voll sein wird und ja, unsere Fans uns anfeuern, damit wir so richtig Energie haben. كلمة تحضير كلمة كبيرة شوية اللي احنا بنشوفه بقالنا يومين. احنا لعبنا ماتش قوي جدا يوم الجمعة، يوم السبت اتمرنا في جدة، احنا لسه جايين امبارح بالليل متأخر، اتمرنا تمرينة واحدة في جدة، تمرينة الناس اللي ما شاركتش في الماتش بتاع يوم الجمعة، واللعيبة اللي شاركت كانت في الفندق في الجيم بتعمل استشفاء، اتمرنت مع مجموعة صغيرة يوم السبت، بعد كده سافرنا لسه جايين امبارح بالليل. النهاردة اللعيبة اللي شاركت في الماتش هتنزل معانا التمرين النهارده، لكن التمرين ما يقدرش ان هو يبقى تمرين شديد او قوي، لان احنا لسه في مرحله الاستشفاء واعاده البناء البدني عشان نقدر ان احنا نلعب ماتش بكره مره ثانيه. ففكره الاستعداد او التحضير دي يعني هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في ظل هذه الظروف، لكن احنا بدانا الشكل النظري، اتفرجنا على فيديو فيه عن تحليل لماتش لفريق سيراميكا، وانا قلت اللعيبه بشكل واضح واللعيبه متهيألي مدركه ده جدا، فريق سيراميكا فريق قوي جدا، فريق محترم جدا، بيلعب كره كويسه، هيحتاج مننا مجهود كبير جدا عشان نقدر ان احنا نجاريه بكره، هنقدر محتاجين تركيزنا يكون 100%، محتاجين ان احنا نكون ذهنيا وبدنيا في اعلى مستويات عشان نقدر نتخطى فريق بالقوه دي، وده اللعيبه عارفاه واحنا عارفينه وبنحاول ان احنا نتكلم فيه طول الوقت من اول ما وصلنا هنا. بنتمنى بكره، ودي نقطه قوه لينا محتاجينها بكره جدا، هي الجمهور. بنتمنى ان جمهور النادي الاهلي يقفل الملعب بكره، لان هو ده اللي هيدينا طاقه ان احنا نقدر ان احنا نضغط، ان احنا نقدر ان احنا نتحرك، ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الحاله دي بسرعه، وان احنا نكون في احسن حاله. سلاح قوي جدا سلاح جمهور النادي الاهلي، وبتمنى ان هو يكون معانا بكره، ان ده هيفرق معانا كتير. So dass wir natürlich ein großes Kader haben und dementsprechend ja wird es morgen sicher auch die eine oder andere Änderung geben. Aber das ist noch nicht für heute schon vorgesehen, dass wir das schon kommunizieren. Wenn das dann kurz vor dem Spiel mitteilen und dementsprechend eben wissen unsere Spieler, was zu tun ist und kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Rhythmus spielen. Und dementsprechend gilt es, sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen, damit wir schlussendlich dann als Sieger vom Platz gehen können. اعتقد ان احنا مع حضرتك حق، لكن احنا لعبتنا عندها خبرات كبيره جدا انها قدرت تقدر تتعامل مع رتم زي كده، دي مش حاجه جديده عليهم. احنا من السنه اللي فاتت واحنا تقريبا الموسم اللي فات برضه كان بيجينا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده، لعبتنا متعوده على الريتم ده وعارفه تتعامل معاه ازاي، عندهم الخبرات كيفيه التعامل مع الريتم ده، لكن احنا بنحاول طبعا هنطلع احسن ما عندنا بكره. بالتاكيد عندنا قائمه كبيره جدا من اللاعبين، فيها لاعبين كتير مميزه، فبالتاكيد بكره هيبقى في تغييرات او تعديلات في التشكيل او ناس هتلعب لاول مره، لكن ده مش مكانه النهارده ان انا ولا وقته ان انا اقول قبل المباراه مين موجود ومين مش موجود او تشكيل، التشكيل بيتم اعلانه قبل المباراه مباشرة، لكن في النهاية أي 11 هيتم اختيارهم للمباراة أنا متأكد واثق فيهم وعارف إن هم هيقدروا يتعاملوا إزاي مع الموقف اللي إحنا فيه والضغط ده، لأن خبراتهم تسمح بده. أهم حاجة بالنسبة لي هي بكرة هتبقى عنصر التركيز، نقطة التركيز دي هي أهم حاجة، إن اللعيبة تبقى في قمة تركيزها وتقدر تطلع كل ما عندها عشان تقدر تتخطى ماتش صعب زي ده. أكيد طبعا المباراة، إحنا عارفين إن المباراة بالنسبة لنا يعني مباراة صعبة جدا، وإحنا عارفين فريق سيراميكا كويس جدا لسه لاعبينها من قريب، وزي كوتش ما قال احنا لسه واصلين امبارح بالليل، احنا دلوقتي بنحضر المباراه، يعني اتفرجنا على الفرقه النهارده وعندنا تمرين النهارده وبنحضر بشكل كويس، واللعيبه بتاعت النادي الاهلي عارفه المباراه صعبه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، وعارفين البطوله دي مهمه بالنسبه لنا ومهمه للجمهور، عشان كده احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ويوفقنا ونصعد للنهائي ان شاء الله. طب بالنسبه لك طبعا كجمهور، الاهلي لعب اوراوا ريدز في كاس العالم في السعوديه، فهيسافر الامارات عشان يلعب ماتش في بطوله ثانيه، بطوله كاس النخبه قدام سيراميكا، لكن في التفاصيل ما بين دي وما بين دي شغل كتير جدا صعب، بل من مستحيل الحقيقه، او حتى لو قال مستر كولر ان لعيبتنا متعوده على ذلك، بالتاكيد ده مش طبيعي. انا مش عايز اتكلم في فكره اجندات وتواريخ وكان من العقل والطبيعي والمنطقي انك تتوقع انه الاهلي يوصل مباراه نهائي كاس عالم او قبل نهائي، لانه الاهلي عودنا يعمل كده، كان المفترض يتم مراعاه ده. عارف ان احنا مرتبطين او الاشقاء في الامارات مرتبطين بحاجات تانية، لكن في العادي شيء مش مقبول ولا منطقي على الاطلاق.
هو قال نفس الكلام اللي انا قلته في الاول، هو ما فيش مدير فني عنده مساحه انه في خلال 24 ساعه ولا او حتى 48 ساعه ان انا احضر فرقه عشان بطوله، عشان بطوله مهمه دي حاجه. الحاجه الثانيه اللعيبه مركزه وهاخدها نظري، وده حال فريق النادي الاهلي في الفتره اللي هو كان بيتضغط فيها، ما كانش فيه تمرين بس فيه محاضرات نظري كتير بشرح فيها نقاط القوه والضعف. مين تتمنى انه يعني وجوده يبقى اساسي بكره في تشكيله الاهلي، او شايف انه احتماليه وجوده بكره مهمه او كبيره جدا؟ يعني اتمنى ان الناس اللي ما بتلعبش تاخد فرصتها. يعني مين الاسماء اللي تحب تبدا الماتش؟ نفسي يعني دي مش نفسي انا بقى كشخصيا، لا يعني دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا برضو كانت الفتره اللي فاتت دي مزعلاني شويه كده. يعني نفسي موديست تيجي له الفرصه ويقدم ماتش كويس ويحرز اهداف والناس تدعمه فعلا، معنى كلمه تدعمه. ليه تدعمه؟ اولا هو لسه مازال على قوه النادي الاهلي ولابس فنيه النادي الاهلي، وطول ما هو لابس فانيله النادي الاهلي لازم يبقى الناس كلها في ايه؟ في ظهره. بعيد عن هو ادى اداء مش كويس او في سوء توفيق معاه او اثر، بس لازم يكون في دعم عشان ده في الاول وفي الاخر بيمثل النادي الاهلي. صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه جايز زي ما الناس كلها وقفت في وقت من الاوقات مع فلافيو، قعد موسم. انت عشت قصه فلافيو من اولها لاخرها طبعا. يعني انا عشتها بقى تمرين وماتشات بقى، يعني اللي هو يعني ده كتر خيره فعلا، ده جبل يعني. بس فموسم كامل ان هو الناس تدعمه، مدير فني يبقى واقف في ظهره، وفي الاخر ربنا يكرمه زي ما احنا كلنا ده هو ماشي الناس بتطالب ان هو يفضل قاعد، لا احنا برضو عايزين ندعم موديست لعل وعسى بطوله زي دي موديست هو. اعتقد ان فرصه كبيره جدا على اقل تقدير، اعتقد على اقل تقدير في مباراه بكره. بس من كلام كولر الحقيقه اسمحوا لي قبل ما اختم الحلقه اتفق معاه في جزئيه الجمهور، رهاني على جمهور نادي الاهلي. الفرقه يا جماعه في ظروف صعبه، الفرقه دي في اسبوع لعبه ثلاث ماتشات من العار الثقيل، ثلاث ماتشات ولا اصعب قدموا فيها مش بس نتائج كويسه لكن كمان على مستوى الاداء قدموا ثلاثه من افضل واحلى ثلاث ماتشات للاهلي في المونديال ككل. بالتالي عشان تطلب منهم ان هم يستمروا على نفس المستوى ويحققوا لقب بطوله كاس النخبه في شكلها الجديد، اعتقد انه زي ما قال مارسيل كولر في المؤتمر دور جمهور النادي الاهلي في ماتش بكره كبير جدا، والرهان عليهم باذن الله رهان كسبان. كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله يفرحونا ونصل لمباراه النهائيه يوم الخميس المقبل في مواجهه الفايز طبعا من مودرن فيوتشر وبيراميدز المصري. بشكرك كابتن عبد الله ومبروك مره ثانيه. الله يخليك. الناس فرقتنا في كاس العالم للانديه. الله يبارك فيك وعقبال السوبر كده بكره ان شاء الله باذن الله. اخر الاسبوع يكون فرحه كبيره واول القاب السنه دي باذن الله للنادي الاهلي. شكرا على متابعتكم وتحياتي لكم.